ومن باريس ينضم إلينا مراسل الغد أحمد كيلاني. أحمد مرحبا. يعني وعد ماكرون الانتخابي للأرمن، كيف تحضرت له الحكومة الفرنسية أو للتعامل مع تبعاته من رفض أنقرة لهذا الوصف أصلا؟ نعم، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن اعتبار يوم 24 أبريل يوما وطنيا فرنسيا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن. يعتبر خطوة كبيرة ويمكن وصفها بالكبيرة جدا يوما وطنيا. هذه الخطوة ستقود بلا أدنى شك إلى المزيد من التوتر في العلاقات الفرنسية التركية، وهذا يبدو واضح من مسارعة أنقرة على الفور إلى التنديد بتصريح الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه هذه الخطوة. فرنسا كانت قد أعلنت كما ذكرتم كانت قد اعترفت بالإبادة الأرمنية في عام 2001. التوتر قد نشهده خلال الفترة المقبلة بين البلدين، وقد ينعكس هذا التوتر على مختلف العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. نحن نعرف تماما بأن أنقرة تعول كثيرا على فرنسا في المجال الاقتصادي. أنقرة خلال الأشهر الماضية عندما تعرضت العملة التركية لانخفاض كبير كانت تعول على فرنسا وعلى الاستثمارات الفرنسية في تركيا. لذلك قد نشهد توتر كبير في المستقبل القريب تجاه هذه العلاقات. طيب أحمد، هذا التوتر يعني لم يحسب حسابه في فرنسا؟ يعني هل كان يمكن للرئيس ماكرون أن يحتفي بالأرمن وبذكرى إبادتهم بشكل آخر غير الاعتراف بأنه يوم وطني؟ يعني يمكن القول أن بالتأكيد يحسب حساب هذا التوتر، ولكن واضح أن فرنسا غير راضية عن دور تركيا، إذا أمكن القول عن دور تركيا الإقليمي في المنطقة. هذا الإعلان يمكن القول بأن هذا الإعلان يأتي لزيادة الضغط الفرنسي على تركيا. فرنسا تعتبر أن تركيا تتجاوز حدود دورها الإقليمي، ويمكن مثال على ذلك بأن ثمت مخاوف حقيقية فرنسية تجاه أي عملية عسكرية تشنها تركيا مثلا ضد حلفائها الأكراد، ضد حلفاء باريس الأكراد شمال سوريا. هناك مخاوف جدا حقيقية بعد الانسحاب الأمريكي حال نفذت أوليات الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا أن تقوم تركيا بعملية عسكرية كبيرة ضد الأكراد. يمكن أن يكون هذا التصريح ضمن زيادة الضغط على تركيا من أجل تجنب أي عملية عسكرية تركية ضد الأكراد. نحن نعرف تماما بأن الأكراد هم حلفاء في فرنسا، وقد استقبل الرئيس ماكرون واستقبل عدد من المسؤولين الفرنسيين عدة وفود من الأكراد في باريس خلال الفترة الماضية. يحسب حساب هذا التوتر، ولكن على الأغلب أن فرنسا تريد زيادة الضغط على تركيا لكي لا تتجاوز حدود دورها الإقليمي في المنطقة. شكرا مراسلنا من باريس أحمد كيلاني.